صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: صلاح الأمهات دون صلاح الآباء هل يدرك الأبناء؟ نعم. يقول صلى الله عليكم: صلاح الأمهات دون صلاح الآباء هل يدرك الأبناء؟ ندخل في قوله: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان. بإيمان الذين آمنوا يشمل الآباء والأمهات يا أخي، ما قال والآباء الذين آمنوا واتبعوا، قال والذين آمنوا يعم الذين، من الذين هذه عند الأصوليين من صيغ العموم. نعم.